السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في كل مكان. فيديو جديد وحلقة جديدة، معاكم محمد رفعت. حلقتنا النهاردة إن شاء الله في الجزء الأول من الحلقة هنتكلم فيه عن كل أخبار النادي الأهلي كالعادة، في الجزء الثاني من حلقتنا هنتكلم فيه عن أخبار نادي الزمالك. لكن في بداية هنبدأ الحلقة زي ما احنا متعودين دايما بالصلاة على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. في الكومنتات كما تطلع دوس لايك الفيديو وانزل اشترك بالقناة وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد وحلقة جديدة بتنزل عندنا هنا في القناة. وتعالى نبدأ حلقتنا من أخبار النادي الأهلي. النادي الأهلي يستأنف تدريباته عقب راحة الأمس. حرص الفريق النهاردة على الاحتفال بعيد ميلاد موسيماني والاحتفال أيضا بحفل زفاف حمدي فتحي. النهاردة محاضرة نظرية لموسيماني مع اللاعبين قبل بداية المران، فقرة بدنية للفريق تحت قيادة كابيلو مدرب الأحمال للنادي الأهلي. ركز النهاردة مران النادي الأهلي على الجزء الخططي خلال إجراء أكثر من تقسيمة فقرات تدريبية قوية لرباعي حراس مرمى النادي الأهلي تحت قيادة ميشيل يانكون. ودكتور النادي الأهلي الطبيب أحمد أبو عبلة وليد سليمان ينتظم تدريبات النادي الأهلي الجماعية خلال 10 أيام من النهاردة بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي. محمد محمود أيضا يشارك في تدريبات الجماعية بصورة طبيعية وأصبح جاهز من الناحية الطبية للمشاركة في المباريات بعد اكتمال شفائه 100%. ورئيس نادي سموحة فرج عامر يعلن انتقال صانع العاب نادي سموحة فريق كرة السلة عمر عزب الى فريق كرة السلة بالنادي الاهلي في صفقة كلفت النادي الاهلي 4 مليون جنيه حسب ما كشف رئيس نادي سموحة. كمان رسميا نادي الشارقة الاماراتي يعلن التعاقد مع بين مالونجا مهاجم الرجاء المغربي، وانباء تشير انها خلال الساعات القادمة سيقومون ايضا بالاعلان الرسمي عن التعاقد مع سفيان رحيمي لاعب الرجاء المغربي. ومصدر من الاهلي يؤكد ياسر ابراهيم يقترب ان يدخل التشكيل الاساسي للنادي الاهلي في لقاء اسوان. ومحمد الطويلة رئيس نادي النجوم اتفقنا مع النادي الاهلي على الاعلان الرسمي عن الصفقة بشكل رسمي يوم الاحد المقبل، وذلك في حالة عودة منتخب مصر الاولمبي من طوكيو مبكرا. كمان الصحافة التركية نادي فنربخشة التركي يدخل في السباق مع جالاتاسراي التركي لمحاولة خطف ديانج من النادي الاهلي. وزعمت بعض التقارير الصحفية ان هناك اجتماع سيجمع بين النادي الاهلي وادارة النادي التركي لبحث امكانية التعاقد مع اللاعب المالي اليو ديانج. رسميا كايزر تشيفز يعلن التعاقد مع كيجان دولي، وبكده اللاعب يخرج من حسابات النادي الاهلي. كمان تقارير صحفية جونيور اجاي يرفض العارة ويرفض ايضا تمديد تعاقده مع النادي الاهلي وبيطلب الاستغناء عنه في حالة عدم الاعتماد عليه الفترة القادمة. وبيراميدز يجدد خطابه للنادي الاهلي من اجل الحصول على 2 مليون جنيه بونص في صفقة انتقال قفشة للنادي الاهلي بعد فوزه مع النادي الاهلي بدوري ابطال افريقيا قبل الاخير وبطولة الدوري الاخيرة. كمان تقارير صحفية بيراميدز يتلقى عرض من دينامو زغرب الكرواتي لشراء ابراهيم عادل مقابل 4 مليون دولار لتعقد مأمورية النادي الاهلي في التعاقد مع اللاعب. والاتحاد الافريقي الكاف تغريم النادي الاهلي 8000 دولار بسبب احداث جمهور النادي الاهلي اللي كان متواجد في استاد رادس بملعب رادس بعد استخدام الجماهير بعض الالعاب النارية. بالنسبة لعقوبات الموقعة على الترجي التونسي، فرض الاتحاد الافريقي غرامة مالية على الترجي بقيمة 60000 دولار بسبب السلوك العدواني المؤسف من قبل جماهير الترجي، وايضا خوض 4 مباريات متتالية في مسابقات الكاف على ارضه بدون حضور جماهيره، وتعليق مباراتين من العقوبة بشرط ان يكون هناك تكرار الحادثة خلال 24 شهر. كمان احمد حسام ميدو مفيش حد في مصر يقدر يكسب السيد عبد الحفيظ في جيم الحرب النفسية، الزمالك ما عندوش حد يقدر يجاري سيد عبد الحفيظ. نادي اسوان يدرس عدم اذاعة مبارياته مع النادي الاهلي تأخر وصول مستحقاته المتأخرة من الشركة الراعية. كمان الكاف لا صحة لما تردد عن استبعاد الزمالك من دوري السوبر. شركة توتال الراعية الرسمي لدوري السوبر اختارت الاهلي والترجي ومازيمبي لعمل شراكة عبارة عن عقود رعاية واستثمارات. الكاف سيبدأ اولا بمخاطبة الاتحادات المحلية بدور تخفيض عدد الفرق المشاركة في البطولات المحلية، وقد تصل قائمة اللاعبين للفرق الأفريقية إلى 40 لاعب لكل نادي.
كمان تقارير صحفية سوف يتم إيقاف كوليبالي مهاجم النادي الأهلي السابق والنجم الساحلي الحالي 6 شهور وحرمان النجم من التعاقدات الجديدة والصفقات الجديدة إذا لم يتم سداد الدين للنادي الأهلي. مصدر من اتحاد الكرة: هناك استقرار على تأجيل الدوري حال تأهل المنتخب الأولمبي من الدور الأول في أولمبياد طوكيو 2020، وسيكون من الصعب حرمان الأندية من لاعبيها في الأمتار الأخيرة من مسابقة الدوري وإقامة بعض المباريات للبعض وتأجيل البعض الآخر، مما سيخل بمبدأ تكافؤ الفرص. وموقع كيك أوف الجنوب أفريقي: الجناح الدولي الموزمبيقي الشاب لويس ميكيسوني صاحب 25 عام لاعب نادي سيمبا التنزاني يرفض عرض رسمي من الانضمام لنادي كايزر تشيفز الجنوب افريقي، ويبلغ ادارة النادي برغبته في الانضمام للنادي الاهلي. والمهندس عادل القيعي: دايما النادي الاهلي يفوز بالبطولات، والبعض يرى ان هذه البطولات دايما هي بطولات ضعيفة من وجهة نظر البعض، لكن اللي بيهمنا اننا بنكتب تاريخ وبنفوز بكل البطولات. كمان في الجزء الثاني من حلقتنا واخبار نادي الزمالك اللي معانا النهارده بشكل سريع، تقارير صحفية: مرتضى منصور يرفض التعاون مع ادارة نادي الزمالك الحالية فيما يتعلق بازمة فرجاني ساسي بعد اختفاء لائحة العقوبات من النادي، وتهديد وكيل اللاعب بشكوى النادي للفيفا للمطالبة براتب الموسم الاول الذي تكلف به تركي آل الشيخ. كمان مصدر من الزمالك: الزمالك بيعد على سموحة مروان حمدي زائد 15 مليون جنيه للتعاقد مع المهاجم حسام حسن بشكل نهائي. واحمد الطيب: طلب وساطة من ادارة نادي الزمالك للعودة للعمل في قنوات اون تايم سبورت. كمان وسائل اعلام مغربية: محمد ونجم ينتقل الى الوداد المغربي بشكل نهائي مقابل 500 ألف دولار. والزمالك بيعرض على المصري البورسعيدي التعاقد مع محمد عبد السلام مدافع الفريق بشكل نهائي، وإعارة أحمد عيد مقابل تخفيض طلباته المادية للتعاقد مع كريم العراقي. كمان إدارة نادي الزمالك ترضخ لطلبات بعض اللاعبين وتصرف جزء من مستحقات الفوز المتأخرة بعد تقديم طلب مكتوب من قبل اللاعبين. كمان مفاجآت جديدة في أزمة وملف فرجاني ساسي والزمالك: وكيل اللاعب هدد الزمالك انه في حالة عدم صرف المستحقات المتأخرة للاعب والاصرار على تقديم شكوى ضد اللاعب سيتقدم ايضا بشكوى ضد الزمالك بيطلب فيها بسداد المرتب الموسم الاول بالكامل واللي تكلف بيه زي ما قلنا تركي آل الشيخ. وكيل اللاعب وصل لي معلومة من الاداري السابق داخل النادي انه لا يوجد في النادي ما يثبت بحصول اللاعب على مرتبه في الموسم الاول من تركي آل الشيخ، وادارة النادي حاليا في ورطة لأنها استفسرت عن الأمر بالفعل وعلمت أن الفيفا سيحكم لصالح اللاعب. كمان أنباء أن الزمالك وقع عقوبة مالية على جنش بعد ما علم مسؤول نادي الزمالك بجلوس اللاعب مع مسؤول نادي فاركو للتفاوض معهم تمهيدا للانتقال للنادي الصاعد حديثا للدوري. كمان مصدر من الزمالك: باتريس كارترون مصمم على عدم عودة باسم مرسي المدعوم من جانب فاروق جعفر المسؤول عن ملف الكرة بالنادي. اللاعب طلب من الكابتن فاروق جعفر محاولة عقد جلسة ودية مع الفرنسي لإقناعه بإمكانياته، وأرسل للمدير الفني الفرنسي بعض مقاطع الفيديو الخاصة به. كمان مفاجأة: مصطفى فتحي هو من رفض العودة للزمالك، وهو من طلب من النادي بدخوله في صفقة تبادلية مع بيراميدز التي ستشمل من المتوقع أيضا عبد الله جمعة. وبكده يكون وصلنا نهاية حلقتنا ونهاية أخبارنا. أشوفكم في فيديو جديد وحلقة جديدة إن شاء الله. كان معاكم محمد رفعت، سلام عليكم.